أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية إلى وجود أضرار بال. المشاريع التي نفذتها نتيجه الامطار الاخيره وعدم السماح لها بالمشاركه في اي مشاريع جديده قبل ابراء ذمتها من قبل لجنه تقصي الحقائق المشكله لهذا الغرض